أهلاً بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز لمتابعة تطورات كافة. نبدأ هذه التغطية من التغيرات المناخية. أصيبت مقاطعة نوفا سكوشا الواقعة في أقصى شرق كندا بشلل تام جراء عاصفة ثلجية وصفت بالتاريخية. تسببت الثلوج بشلل في شبكة النقل وانقطاع في التيار الكهربائي، كما دفعت العديد من الشركات والمدارس والمؤسسات والمتاجر لإغلاق أبوابها. لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم في كاليفورنيا جراء عاصفة قوية تسببت بفيضانات ضخمة وقطع الكهرباء عما يقرب من 500,000 منزل، ويشهد جنوب الولاية هطول أمطار غزيرة بدون انقطاع منذ أكثر من 24 ساعة. بالمقابل تعرض القسم الشمالي من الولاية لرياح عنيفة نجم عنها سقوط الأشجار، وأعلن حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ في 8 من مقاطعات الولاية. عطل سقوط الثلوج بكثافة في مقاطعة هوبي وسط الصين 125 رحلة قطار في يوم الثلاثاء قبل أيام من عيد الربيع الذي يمثل ذروة السفر، حيث يحرص ملايين الأشخاص على العودة لمنزل العائلة في هذه المناسبة المهمة في البلاد. نفذت المقاطعة تدابير فاعلة لمعالجة اضطرابات السفر التي عطلت محطة هانكو للسكك الحديدية، إحدى محطات السكك الحديدية الرئيسية الثلاثة في هوبي، التي تأثرت بشدة بالعواصف الثلجية التي تجتاح المقاطعة بأكملها منذ الأربعاء الماضي. لقي 123 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حرائق الغابات المشتعلة وسط تشيلي، فيما لا يزال 200 آخرون في عداد المفقودين. يأتي هذا فيما أتت الحرائق المندلعة منذ الجمعة الماضي على أكثر من 11,000 هكتار، بينما تعرض ما بين 3,000 إلى 6,000 منزل لأضرار بدرجات متفاوتة. ولمزيد من النقاش والتفاصيل بينضم إلينا الآن هاتفيا الدكتور علي قطب أستاذ المناخ. برحب بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. صباح النور، أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا فندم. خليني أبدأ معك الحديث بوصفك لما تشهده مختلف دول العالم ومختلف المناطق حول العالم. إلى أي مدى بدأ هذا الاحتدام في التغيرات المناخية يكشر عن أنيابه؟ الحقيقة طبعا أن المناخ والتغيرات المناخية عامل أساسي جدا على الحياة على كوكب الأرض من خلال ظواهر جوية متعددة ومختلفة وتختلف من منطقة إلى أخرى في العالم، ما بين حرائق غابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الجنوبي، وما بين انخفاض كبير في درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي، نحن شتاء
في شتاء في نصف الكرة الشمالي، والشتاء بيكون له ظواهر جوية وعناصر جوية مختلفة، انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، سرعات رياح عالية وظواهر جوية، أمطار تتسبب وينتج عنها سيول وفيضانات وعواصف ثلجية، وكل ذلك بيكون نسبة منه هنقول 60% طبيعي في هذه التوقيتات، وال40% هي نتيجة للتغيرات المناخية ونتيجة لما ينتج عن غازات الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة والتلوث البيئي لسطح الأرض وفي الغلاف الجوي. يعني التلوث ده مش على سطح الأرض فقط، لكن بيمتد تأثيره لطبقات الغلاف الجوي، وبالتالي عندما تسقط أمطار قد تكون بعضها أمطار حمضية نتيجة للغازات الكيميائية المتوفرة في الطبقة القريبة من سطح الأرض نتيجة للحروب القائمة بين دول العالم وبعضها، ونتيجة أيضا للتفاعلات النووية والتدريبات النووية التي تنتج عن الدول الصناعية الكبرى، ونتيجة للتلوث الكيميائي الناتج عن المصانع والتلوث الفيزيائي الناتج عن المصانع، ويتصاعد في شكل أبخرة خفيفة الوزن إلى الطبقات القريبة من سطح الأرض اللي هي الباوندري كونديشن التي يتم فيها التفاعلات الكيميائية والفيزيائية مع العناصر المناخية، فينتج عنها ما نحن فيه من عواصف ثلجية في فلوريدا، وكذلك سرعات رياح عالية وعاتية في شمال فلوريدا، وحرائق في تشيلي، هناك صيف في مناطق تشيلي، عز تشيلي في نصف الكرة الجنوبي، في غابات تحترق نتيجة لارتفاعات درجات الحرارة، وأن الغابات هي القلب النابض الذي ينتج عنه غاز الأكسجين الضروري للحياة، فبالتالي غاز الأكسجين من سماته وصفاته أنه يساعد على الاشتعال، وبالتالي عندما تشتعل أقل جزء منه يستمر الاشتعال لفترات طويلة وينتج عنه وفيات مثل ما حدث في تشيلي وكل مناطق في العالم، تختلف وفقا لموقعها الجغرافي وموقعها من خطوط العرض وجغرافية المنطقة من حيث المسطحات المائية والصحراء وما إلى ذلك. إلى أي مدى دكتور علي بترى أنه هذه الاحترازات التي يعني تتخذ، أو خلينا نقول التدابير اللي بتتخذها بعض المناطق، بتساهم في تقليل حدة هذه التغيرات المناخية، وإذا كانت يعني كافية أيضا أم لا؟ الحقيقة نحن لا نستطيع منع حدوث الظواهر الجوية أو العناصر المناخية أو الظواهر المتطرفة، ولكن الإجراءات التي تتخذ من قبل كل دولة هي التقليل من ما ينتج عن الكوارث. يعني احنا ما نقدرش نمنع هطول أمطار ثلجية، ولكن بقدر الإمكان التعامل معها، ان التكنولوجيا والعلم والبحث العلمي لديه إمكانية التنبؤ بمثل هذه الظواهر قبل حدوثها بفترة كافية قد تصل إلى 72 ساعة، وبالتالي الدول المتقدمة ذات الإمكانيات العالية زي الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تنقل مواطنيها من مناطق الكوارث إلى مناطق آمنة، بينما الدول النامية التي ليس لديها إمكانيات مادية، قد يكون لديها إمكانيات تكنولوجية ولكن ليس لديها إمكانيات مادية، لا تستطيع نقل مواطنيها، وبالتالي بينتج عن الحالة الأولى اللي هي في أمريكا وفيات قليلة جدا قد لا تتجاوز الخمس أفراد في عاصفة ثلجية كبيرة، ولكن في أفريقيا والدول النامية بينتج وفيات تصل لمئات الأفراد لأن الإمكانيات المادية لا تستطيع نقل مواطنيها من مناطق الكوارث إلى مناطق أخرى، بالإضافة إلى أن التكنولوجيا تكون حديثة جدا في هذه الدول الصناعية الكبرى بخلاف الدول النامية، فنستطيع أن نفرق ما بين حدوث ظاهرة جوية في أمريكا وحدوث نفس الظاهرة الجوية في وسط أو جنوب أفريقيا. إذن كل هذه الأمور لها تأثير على طبيعة المنطقة وعلى طبيعة الشعوب وعلى إمكانيات الشعوب التي تتأثر بمثل هذه الظواهر الجوية. هاخد من كلام حضرتك دكتور علي وأعرف أيضا رأيك، على الرغم من أنه مصر من الدول التي تتأثر بهذه التغيرات المناخية، ولكنها بتعمل الآن على عمل المشروعات الصديقة للبيئة، هي ليست يعني شريك في التغيرات المناخية التي تحدث الآن
في مختلف دول العالم، ولكنها يعني بتعمل طول الوقت وفق الخطة الموضوعة من القيادة السياسية على أنه تكون هناك مشروعات صديقة للبيئة وتقلل من الانبعاثات التي يعني تتسبب في مثل هذه التغيرات. إزاي حضرتك بتشوف الاتجاه المصري في اختيارها أنها تكون من ضمن الدول اللي بتعتمد في مشروعاتها على المواد أو المشروعات الصديقة للبيئة؟ أستاذ حور، الوضع أن إحنا لسنا من الدول المؤثرة في الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم. أفريقيا كلها بتصدر قرابة 4% فقط من دول العالم. مصر بتمثل يمكن أقل من 1% أو 1% من هذه الانبعاثات. طبعا ده من خلال سجلات اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية IPCC. وبالتالي إذا كنا إحنا بنمثل هذه الجزئية قليلة جدا مقارنة بدولة زي الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر ما يقرب من 28 إلى 30% من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة والطاقة الغير صديقة للبيئة. فبالتالي بنقدر نقول أن المشروعات التي تتم في جمهورية مصر العربية مشروعات تتوائم مع الطاقة الجديدة والمتجددة الصديقة للبيئة، مشروعات قائمة رغم أنها مكلفة جدا، ولكن خطة الدولة أنها تسير في هذا الاتجاه لحرصها على أن يعيش المواطن المصري في إجراءات سليمة. وبالتالي نقدر نقول أن هذه الإجراءات مثل الطاقة الشمسية، مثل طاقة الرياح، مثل إنشاء المفاعل النووي في الضبعة، مثل واللي ده اللي هيتم تشغيله في 2030، مثل أيضا تخفيض الحركة النقل ومواصلات النقل الجماعي من غازات من بترول وسولار وبنزين إلى غاز، صناعات أيضا تعتمد على طاقة صديقة للبيئة، أيضا إدارة المخلفات ومشروع المخلفات والتعامل مع المخلفات في تدوير المخلفات مرة أخرى، في أيضا أكياس البلاستيك التي كانت لا تتحلل حتى لو دنتها قاعدة قرابة 20-30 سنة. النهاردة إلزام الدولة بأن الشركات المنتجة تستخدم أكياس بلاستيك يتم تحليلها حتى لا تكون هناك طاقة يعني طاقة غازات تؤثر بالسلب على المواطنين. فكل هذه مشروعات قائمة بالإضافة للنقل الجماعي وطرق المواصلات ورص المواصلات، وكل هذا بتتحمله الحكومة والمواطن. ولابد أن يكون هناك مساهمات من صندوق المناخ الاستثماري الذي تم إنشاؤه في COP28 من قبل أعضاء المؤتمر، بأن المساهمات لأن المناخ الأخضر بمساهمات مثل مشروع إنتاج غاز الهيدروجين الصديق للبيئة، غاز الهيدروجين الأخضر وهكذا يعني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي قطب أستاذ المناخ على كل هذه التفاصيل، وشكر موصول لحضرتكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. كنت معكم أنا حور محمد، إلى اللقاء.